السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمناكم تكونوا بخير وفي احوال طيبه، وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ان شاء الله. المهم البنات، اليوم جيت نشارك معكم واحد بلاطو بريستيج اللي كيتقام رخيص 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 بزاف، كيتقام رخيص وكتحطوه في السواجه وعندكم الضياف، سواء في شي مناسبه ولا سميتو. المهم بلاطو في المتناول، بلاطو بريستيج، يعني كتحطيه وجهك احمر و ما كيتكلفش بزاف البنات، داكشي اللي عندك في الدار. المهم البنات، الا بغيتو تعرفوا هذا البلاطو باش كيتصاوب وكيفاش كيدار، تبعوا معايا هذا الفيديو، خليكم معايا البنات. كتشوفوها هما المقادير اللي هادي نحتاجو، كما قلت لكم راه كيكه عادي وكنخرجو منهم ثلاثه تشكيلات زوينين وراقيين. وكنحتاجو هادو، هادو ديال السيليكون البنات، كما كان الشكل ماشي ضروري يكون نفس الاشكال، منهم عدد ديال الاشكال. انا غادي نخدم معكم اليوم هاد الاشكال، هادو وهادو، هاد المولات ديال لي طارط، هما راه ديال لي طارط وديال لي مينيكيك في نفس الوقت. هادو كيكة عادية كما كتعرفوا البنات، كنحتاجو ليها ربعة البيضات، كاس ديال سنيدة، كاس الزيت، قبيصة الملحة، دانون ياغورت عادي، وجوج كيسان تقريبا ديال الدقيق من الخول، وجوج خمارات، وفانيا وحدة. اللي ما بغاش دير فانيا راه دير تحط قشور ديال رم ديال قشور ديال الليمون ولا ديال الحامض. وكما كتشوفوا البنات، انا كنعبر بهاد الكيسان، راه تقريبا قد الكيسان ديال العنبة، باش كنعبر. نبداو بسم الله. والبيض البنات ضروري يكون بالحرارة ديال المطبخ، ما يكونش ماشي تجبدوه من الثلاجة وتشرمو به الكيك، باش الكيك تطلع ليكم، باش حتى الكيك يطلع ليكم يكون بالحرارة ديال المطبخ باش الكيك يطلع. كاس ديال سنيدة، قبيصة الملح البنات غير شوية، صافي البنات. وكان المهم البنات، باش ما نسقطاكمش غنبقاو نخدمو البيض مع سنيده حتى كيطلع مزيان، حتى كيطلع مزيان عاد باش كنزيدو الزيت. كنضيفو الزيت من موراه، كنضيفو الياغورت، وكنضيفو البنات نسيت ما قلت لكم، معلقه ديال الخل، سواء بيض سواء داك الخل العادي، معلقه ديال الخل راه هو زوين كيطلع الكيك وكيديرها هشيشه من الداخل وكتكون بيضه في المعجنات، كلشي سواء في الكيك سواء في الخبز ديالكم سواء في كلشي. المهم البنات، نتلاقى معكم من بعد ما نخلط كلشي. غادي ندير الياغورت، درت دابا الزيت، غنخلط شويه وغادي ندير الياغورت ديالي، وغادي ندير الخمارات وفاني والطحين، ونتلاقى معكم من بعد فاش نخلط كلشي.
بعد ما خلطنا جميع العناصر نشوف مش جوج تلتيسان البنات ديال الطحين بالضبط. البنات بالنسبة للياوغت اللي بغيت نقول لكم كاين اللي كدير ياوغت عادي، انا كندير ديال البنان. عاوتاني البنات ديال البنان سواء في الكيك ديال الشوكولاط سواء في الكيك العادي كيعطي واحد لوغو زوين بحال دايره كيك ديال البنان. صافي البنات كما شفتوا هانت باش كيجي البنات هاد الكيك. دابا انا فين تركزوا معايا غادي نقسمو على ثلاثه ديال لاسميتو على ثلاثه المراحل غادي نقسموه. كل حالط نديرو شكل نديرو منه شكل ومذاق مختلف، يعني ما غاديش يجيو نفس المذاق كلهم، كل وحده اش غادي نزيدو فيه. خليكم معايا باش تعرفوا. كما كتشوفوا البنات هي الخليط ديالتي قسمناه على ثلاثه، واحد غادي نديرو فيه شوكولا، واحد غادي نديرو فيه فيرميسيل شوكولا من الداخل، غادي يجي ليه من الداخل فيرميسيل شوكولا او داك سميتو شوكولا داير بحال الشعريه. واحد غادي نديرو فيه التفاح، نديرو فيه التفاح مقطع هانتوما غادي تشوفو معايا كاين ندير ليه، والقرفه مع السكر، التفاح والقرفه مخلطه مع السكر وشويه الكوكم. المهم خليكم معايا البنات باش تعرفوا كيفاش غادي ندير لهم الخليط الاول البنات. هادي نديرو عليه الكاكاو بيان سيغ البنات، هاد الكاكاو راه منخول، ديما الكاكاو يكون منخول البنات، كيكون منخول وكنديرو في قرعة أنا وكنخليه باش نخلي مبينيش. كندخلو داك الصفار مزيان هانتوما البنات كيما كتشوفو، كنخلطو مزيان حتى كيدخل داك الكاكاو من هذا بوحدو. الخليط الثاني البنات كنزيدو عليه الفيرميسيل. البنات بالنسبه للخليط الاول كنديرو فيه معلقه ديال الكاكاو كبيره، بالنسبه للفيرميسيل الشوكولا كنديرو معلقه حتى هي معلقه كبيره. هذا الخليط الثالث كيبقى عادي كنزوقوه من الفوق. بقاو معايا باش تشوفو كيعجبني. الخليط الاول اللي خلطنا ببودر كاكاو غادي نعمرو به هذا، وفي هاد الاثناء البنات باش نبداو نعمرو غنشعلو الفران على درجه حراره 180 180 من 10 دقائق حتى 12 دقيقه. البنات راه حيت هاد الكيك الصغار كيطيبو دغيا البنات. البنات باش نعمرو بالمعلقه، بالنسبه اللي عندها البوش داك اللي جايب الحلواني تعمر به هو اسرع دغيا. هانتوما البنات كيما كتشوفو عمرناهم، ولكن مكتعمرهمش البنات بزاف، راه شوية تقريبا معلقة، معلقة تقريبا البنات ومعامراش، معلقة كبيرة ومعامراش، كديرهم يعني كتخليو الكيك فين يطلع. صافي كتحطيهم في الفران 10 دقائق حتى 12 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة البنات.
البنات كنمروا للمرحله الثانيه، الخليط الثاني اللي غادي نديرو بالتفاح، بالتفاح والقرفه. البنات بالنسبه للكيك اللي دخلنا، فاش دخلوا الكيك البنات عندكم تحطوا لتحت، سواء اللي عندها فران ديال الغاز سواء اللي عندها فران ديال الضو، ديما الوسط، شعلوا الفران من التحت وديما الوسط، حيت هاد الكيك كيطيب دغيا. هاد المولات البنات كندهنوهم بالزبده باش ما يلصقش لينا فيه الكيك، ندهنوهم بالزبده مزيان باش ما يلصقش لينا فيها. كناخدو شي بابي كويزين وكندهنو بيه، هو ندهنو بيه المولات باش ما تلصقش لينا فيه. بالنسبة لهاد البلاطو ديال لي كيك البنات راه كيجي راقي، يجي عندكم شي واحد يتحط في المناسبات، بغيتو تزيدو الكافي في الكيك الداخل، تزيدو لي زاغون بالنسبة لي عندو داك المنكهات الغذائية. المهم راه هاد الكيك كيطلع رخيص وراقي في نفس الوقت. صافي البنات من بعد ما دهناهم مزيان، هذا الخليط العادي اللي ما درنا فيه والو البنات هو هذا الخليط اللي ما فيه حتى شي حاجه، كنبداو نديرو البنات راه غير شويه شويه فقط، شويه بحال قلنا معلقه صغيره باش يلا نخليو الكيك فين يطلع. راه هذا هو الصغار البنات ديال هاد المهم البنات من بعد ما كملتهم عمرتهم، انا خدمت معكم غير شويه باش تشوفوا على حسب الفيديو باش ما يجيش طويل. كما كتشوفوا الكيك كيخرج كونسيتي كبيره، يعني راه بقى ليا الخليط، راه شاط ليا الخليط ولكن باقي انا اللي نخدمه ان شاء الله. كنهزو نديرو الكوك من الفوق، ندرو شويه الكوك. من بعد البنات كنجيو كنقطعو التفاح باش نستفو من الفوق، التفاح كيجي من الفوق. هانتوما البنات تيوليها هكا، تيوليها هكا، كنقطعوها رقيق البنات شويه، كنقطعو البنات رقيق بحال هكا. صافي البنات من بعد ما كنقطعو التفاح كنجيبو بحال هكا من الفوق، من فوق الكيك، كيك ديال التفاح مصغر بحال هكا، كنديروش بزاف هو كيتحط بطريقة عشوائية، كيفاش كيطيب كيولي يبان زوين ماشي مشكل. صافي البنات من بعد ما كملنا لي كيك كلهم في التمر بالتفاح، كنهزو هاد السنيده والقرفه اللي كنا خلطنا،
نديرهم من الفوق. بالنسبة مثل ما بغاش دير تفاح ولا تقدروا ديروا بوعويد، تقدر ديري بوعويد. المهم انا البنات انا قلت لكم شاركت معكم الفكره هي اللي كندير، وانتم لكم واسع النظر، لكم الاختيار، زعما تقدروا تبدعوا. وحنا تبارك الله العيالات راه كنبدعوا في حاجه بسيطه تبارك الله. بغيت نشارك معكم انا الفكره ديالي فقط لا غير. البنات نستافد منكم وتستافدوا مني وهكذا. هانتوما البنات شتو صافي. انا بالنسبه للبنات حيت عندي فران صغيره، يعني هذيك اللي درت الاولى يلا هذه نديرها في طاوه بوحدها مع هاد الاخر ديال السيليكون اللي هذه نعمر معاكم، وهادو غادي نديرهم بوحدهم. البنات بقى لينا الشكل الثالث هو هذا، وكيما قلت لكم البنات هذا ديال السيليكون راه اللي عندكم ما تقضيو به. هذا اللي خلطنا بالفيرميسال، هذا هو الخليط اللي خلطنا بالفيرميسال، كنديرو حتى هو البنات نبداو نعمرو. تما البنات هادو مع صغار ما كنفوجوش فيهم معلقه صغيره باش نخليو الكيك حين يطلع. صافي البنات كيما شفتو راني كملت. المهم البنات كيجيو بحال هكا، المهم البنات كيجيو بحال هكا. غندخلهم للفران، غندخلهم للفران ونتلاقى معكم من بعد، من بعد ما يطيبو، من بعد ما نخرجهم من الفران. بقاو معايا. المهم البنات هما من بعد ما خرجناهم من الفران كما كتشوفوا، هما كما كتشوفوا كيفاش كي هادي راه كتجي تيكغي من هنا. هما البنات كما كتشوفوا. غير البنات اللي بغيت نقول لكم بحال هادو ديال السيليكون من الاحسن البنات فاش تخرجوهم ما ديمو ليهمش دغيا، خليهم تيبردو. هما باقيين صغار خليهم تيبردو باش ما يتهرسوش ليهم في هاد السيليكون الداخل، حيت كيكونوا هشاش البنات. خليهم تيبردو، يبردو على خاطرهم عاد باش ديمو ليهم. المهم البنات فاش يبردو انا غادي نديمو ليهم، نديمو ليهم ونزوقهم على حسب الديكوراسيون اللي باغا ديري نتيا. هادو تيغري باغا ديري عليهم شوكولا، شوكولا تيغري من الفوق سوفاج شي ديكور. هادو بيان سور غادي ديرو عليهم العسل، العسل البنات بالبانسو ولا الناباج. وهادو البنات اللي بغات تعمرهم سوا بصوص شوكولا ولا صوص ديال الكراميل، انا كنعمرهم كل مره باش كنعمرهم. هاد المره عندي صوص شوكولا قالت لي منا شويه داك المره وصوص كراميل. هانتوما غادي تشوفوا البنات، بقاو معايا باش تشوفوا كيفاش نعمرهم. وبالنسبه اللي باغا صوص شوكولا وصوص كراميل اللي كنعمر بها ولا اللي كنزوق بها اللي كيكول لي حاجه قولوا لي في لي كومونتير غنشاركها معكم ان شاء الله شي نهار في شي فيديو. المهم البنات هما لي كيك من بعد ما ديمو ليناهم كيفاش كيجيو. ها انتما شوفوا هادو حتى هما كيجيو تيغي من هنا، شوفوا اش كيبانوا لكم. هادو حتى هما هادو هما هادو، غير انا قلبتهم حيت نديرهم غندير هاد ديكور في شكل وهادي ديكور في شكل. وهادو ديال التفاح البنات راه كيجيو فنين خفاف معلكين. المهم البنات هادو ديال التفاح، انا اللي عندها الناباج راه دهن بالناباج، اللي ما عندهاش راه دهنو ما بالعسل هاك باش كيبانو بريون بحال هاد البنات.
شكل تاني البنات، انا غادي نديرو بصوص كراميل، غادي ندير فيه نقيطات هكا لداخل بصوص كراميل كما قلت لكم. بصوص كراميل وبصوص الشوكولا راه ديجا كانوا عندي موجودين هنا، ها جبتهم باش ندير بيهم. اذا بغيتوني نشارك معكم الطريقه قولوا لي في الكومونتير، خليوا لي في الكومونتير ان شاء الله ندير لكم فيديو. هذه البنات ها هما بصوص كنصاوبو بابي كويسون، كنديرو ليها بحال هكا باش يسهل علينا الخدمة. وصافي البنات كنشدو كنقطعو الطرف ديال بابي كويسون يكون صغير على شكل مصابين، وكنشدو الراس هكا كنطويو بحال بحال مزرع بحال هكا كيولي بحال كيولي على شكل كورني. صافي البنات كنخدمو عليه باش يسهل علينا الهضمة. صافي هانتوما شفتو صوص كراميل البنات كي كتجي زوين، هي لي كنديكوري بيها كاع لي كيف، هي لي كنستعمل شوية. وفي الديكور البنات راه كنديرو الطريقة لي عجبتنا في الديكور، على حساب نتي ولي متوفر عندك، ماشي شرط زعما لي متوفر عندك هكا. كاين ثاني شكل اخر تقدري تهزي غير الصوص هكا صوص كراميل. انا علاش درت فيهم هادو صوص كراميل باش ندير صوص شوكولا، حيت هما شوكولا اصلا من الداخل. ديريها بحال هكا وتهزي هكا الشوكولا، شوكولا غابي ولا الفيرميسيل، كضربي ليها كامل الفوق تا هكا كيجي ديكور زوين بحال هكا. هاكا البنات تاكي كيجي الديكور ديالهم زوين البنات، نبقاو هاكا حتى كنكملو. الشكل لاخر البنات غادي ندير فيه الشوكولا، ندير فيه صوص الشوكولا. هانتوما صوص الشوكولا كيفاش كتجي، نبدا نعمرو هنا البنات هكا. تاني نكملو البنات، انا شاركت معكم ثلاثه التشكيلات، ولكن في الزواق راه تقدروا تخرجوا معاهم تخرجوا منهم سته زواقات، سته تشكيلات ولا على حسب الديكور اللي باغيين نتوما كديكوريو، على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب المتوفر عندكم في الدار البنات. حيت انا دابا ديكوريت على حسب المتوفر عندي في الدار، تقدروا ديروا لي زامون دي فيلي، تقدروا ديروا تقدروا ديروا لي بوجو داك فيرميسيل الملون من الفوق، هذه تقدروا ديروا فيها فيرميسيل شوكولا من الفوق اللي كان البنات. صافي كنبقاو هكا البنات حتى كنكملو. انا هاد الشكل اللي طويل هكا اللي كنعمر قسمته على جوج، غادي ندير ليه جوج شكيلات، ندير ليه جوج شكيلات البنات. هذا غادي نديرو هكا، و الشكل لاخر بقاو معايا باش تشوفو الشكل لاخر كيفاش غادي ندير ليه البنات. راه بالديكور تقدرو تخلقو الفرق في أي حاجة وخا تكون بسيطة. بالنسبة للديكور لاخر البنات
جبت انا غير دانون، اي يوغرت عندكم، اي دانون عندكم في الثلاجة، سواء بغيتو دانون سواء شوكولا بيض. الشوكولاتة بيض دوبوه في باماري في حمام مريم، ديرو عليه شوية الحليب، طلقوا بشوية الحليب وديكوريو بيه. انا اكتفيت، ربي ياوغرت عندي كما قلت لكم، انا كنقضي بداكشي اللي عندي في الدار. توفر عندكم الشوكولا مزيان، ما توفرش عندكم غاب ليا وقت البنات راهم كنقضيو الغرض بحال هكا على الطريقة. البنات كنجيو كناخدو، كيعضو البنات بالنسبة اللي عندها كيعضو، اللي عندها كيعضو، اللي ما عندهاش انا ما عنديش كيعضو. كتجيو بصوص الشوكولا كديرو ليها بحال هكا بالراس ديال كيعضو، سوا راس ديال كيعضو ولا الموس لي كان انا خديت هذا. كتجي وكتبداو تراسيو هكا بحال ملفي البنات، هكا 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 بحال هكا، ديرو الديكورين الملفي. صافي البنات درتوهم بالطول هكا تزيكزاكيو بالعرض، هكا درتوهم بالعرض كتزيكزاكيو بالطول، يعني بحال بحال هانتو كتمشيو وتجيو. كتمشي وتعاودي ترجعي، تمشي وتعاودي ترجعي. صافي البنات كنبقاو بحال هكا حتى كنكملو الشكل الاخر. المهم البنات هي النتيجه النهائيه من بعد ما استفتو في البلاطو، بحال هكا كيجي الديكور ديالو. وكنتمنى تقبلوا عليا وما نكونش طولت عليكم الفيديو البنات، وبالصحه والراحه. وبالنسبه للبلاطو راه غير مكلف البنات، تقدري تحط مع العصير مع اتاي على يتحط للضيافة وتحمير الوجه. وهاد المقادير البنات راه كتخرج 60 بياسة صغيرة. وبصحتكم وراحتكم البنات، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.